مشاهدينا متابعينا الكرام، متواصلين وياكم في تغطيتنا للقاء الختامي من هذه البطولة، بطولة البادية. معي الآن أحد متابعي هذه البطولة ومدرب فرقة الهجرة الأستاذ مؤيد غزاوي. نرحب بك عبر قناة خالد بازيدان الإلكترونية على اليوتيوب. أهلا وسهلا فيكم وشاكر لكم استضافتي. في البداية حدثنا عن مجريات الشوط الأول، كيف شايف اللقاء من الناحية الفنية؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا المباراة الختامية بين فريق الأسطورة وتحدي العزية، فريقين حقيقة استحقوا الوصول للمباراة الختامية. طبعا يمكن شوط أول تعرف مباريات النهائية يكون فيها حذر شديد من اللعيبة، لا سيما يمكن فئات سنية يعني يفتقدوا عامل الخبرة، لكن أنا أشوف أنه شوط أول طبيعي كان بحكم أن المباراة النهائية الأسطورة أفضل وصولا للمرمى. أيضا كلمة أو رسالة توجهها لكل من شاءهم وشارك في إنجاح هذه البطولة من المنظمين. حقيقة يعني يمكننا في المباراة الافتتاحية كنت في لقاء برضو تكلمت عن بطولة البادية، قلت لك هي غنية عن التعريف، بطولة مميزة بالذات السنة هذه، يعني جات بحلة جديدة في ملعب أفضل من الملاعب يمكن السابقة، ويمكن هذه سر نجاح البطولات يوم ما تبدأ أنت تصاعد يعني. أوكي، فأتمنى حقيقة يعني بطولة كانت يعني ناجحة، يمكن في ملاحظات كانت بسيطة على التحكيم، لكن دائما أي عمل ناجح ما يخلو من الملاحظات والأخطاء. نشكر الأستاذ مؤيد على هذا اللقاء ونتمنى لك التوفيق في قادم الأيام. حقيقة أنا شاكر لكم إتاحة الفرصة مجددا، وأحب أشكركم على المجهودات الأكثر من رائعة شبكة خالد بازيدان. أنا من أشد المعجبين والمتابعين لها، أتمنى لكم المزيد من التطور إن شاء الله والازدهار، وموفقين بإذن الله. شكرا لك.